وسط مخاوف من الإضرار بجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، جاء اجتماع سفراء 13 دولة عربية في العاصمة الأسترالية. في هذا الاجتماع أدى السفراء قلقهم من تصريحات بشأن اعتزام أستراليا الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. السفير المصري لدى إسرائيل قال إن السفراء اتفقوا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية لإبداء القلق والمخاوف إزاء مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن أي قرار من هذا القبيل قد يضر بعمل السلام وستكون له عواقب سلبية على العلاقات بين أستراليا والدول العربية. وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد أعلن أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس المحتل عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى المدينة على ذات المنحى الذي اتخذته الإدارة الأمريكية نهاية العام الماضي. نحن ملتزمون بحل الدولتين، لكن في الوقت ذاته عندما يتم طرح اقتراحات تتفق مع سياستنا فيجب أن تكون أستراليا منفتحة على هذا الأمر. وفي خضم هذه التطورات تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين صلاحيات قانونية إضافية كي يتمكنوا من تولي رئاسة مجموعة 77 العام القادم. وينص مشروع قرار طرحته مصر على تدابير تتيح مشاركة فلسطين في الدورات والمؤتمرات السنوية لهذه المجموعة اعتبارا من العام المقبل.